السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن البيرن اوت. البيرن اوت هو الواكس بيرن اوت او الواكس اليمينيشن، دي الخطوة اللي بعد الانفستنج على طول. ايه الديفينيشن بتاعها؟ consists of heating the investment in a thermostatically controlled furnace until all traces of the wax are vaporized. يعني هي العملية اللي انا بعمل فيها ايه؟ بعمل فيها heating investment material او invested ring في thermostatically controlled furnace، بحطها في furnace، مش بسخنها انا بره، بحطها في فرن، بيبقى انا بقدر اتحكم في درجة الحرارة بتاعته لغاية ما كل التريسز بتاعت الواكس باترن كلها vaporized، كلها تروح مني، مبقاش موجودة زي الفرن ده كده، تمام؟ ده اسمه burn out furnace. بعد كده في precautions لازم ان انا اخد بالي منها وانا بعمل burn out step. All water in investment must be driven off during wax elimination، اللي هو الويت مولد. يعني لما يبقى المولد بتاعي، افرض ان انا عامله مثلا طريقه من طرق الانفستنج اللي هي الهايجروسكوبك اكسبانشن. هايجروسكوبك اكسبانشن انا بحطها في ووتر باس، صح؟ يبقى انا المفروض اتخلص من كل كل الووتر اللي موجود دوت، لان الووتر ده هيعمل لي بعد كده ديفكت في الانفستمنت لو دخلته على طول وهو لسه ويت، دخلته على البيرن اوت ستيب، هيعمل لي كراكنج ودي كومبوزيشن للانفستمنت ماتيريال. بعد كده temperature بتاعتنا to which the ring is heated during wax elimination must be sufficiently high، لازم درجة الحرارة تبقى عالية كفاية انها تعمل لي evaporation لكل لكل الووتر اللي موجود جوه الانفستمنت ماتيريال، وكمان تبقى عالية زيادة عشان تعمل لي تعمل لي melting للواكس باترن اللي موجود جوه كله من غير ما تسيب منه اي traces جوه المولد كافيتي، دي تعمل لي contamination للكاست ميتال. بعد كده heat should be maintained long enough، اللي هو الهيت سوك، لو تسمعوا عنه هيت سوك دوت، to minimize sudden drop in temperature upon removal from furnace. يعني ايه الهيت سوك دوت يا جماعة؟ ان انا برفع درجة الحرارة لدرجة حرارة معينة وبعدين ما بروحش منزلها مرة واحدة، لا بسيبها maintained فترة، بسيبها ثابتة فترة علشان زي ما تقولوا كده بغطس الرينج بتاعتي ديت اللي هي الانفستد رينج في هيت درجة حرارة كبيرة، في هيت لمدة طويلة. مدة طويلة ليه بقى؟ علشان خاطر تعمل evaporization لكل الواكس اللي موجود جوه، تعمل له ميلتنج وبعد كده يتعمل له كله evaporization ويطلع بره المولد كافيتي بتاعي، يخليه لي امتي تمام. دي لازم تتعمل، دي ستيب معينه لازم تتعمل في خطوه البيرن اوت اللي هي اسمها الهيت سوك، اللي هي ان انا بعمل مينتيننج للتمبريتشر بتاعتي جوه الفرنس وفيها الانفستد رينج ديت فتره معينه عشان ما اعملش كمان صدم دروب. يعني انا عملت مينتيننج بعد كده مروحش مطلعه، ما نزلش درجه الحراره مره واحده، لا بسيبها فيها فتره كويسه لغايه ما تتشبع هي بدرجة الحرارة ديت، وبعد كده أقوم مطلعاها عاملة خطوة الكاستنج. ما ينفعش إن أنا أروح مطلعاها مرة واحدة، يعني رفعت درجة الحرارة مثلا ثانيتين وأقوم مطلعاها مرة واحدة، ده هيسيب لي تريسز من الواكس جوه ومش هيبقى المولد كافيتي كله هوت كفاية إن أنا أقدر إن أنا أعمل فيه انجكشن للكاستنج للمولتن ميتال بعد كده. What happen if sudden temperature drop occur؟ لو انا نزلت بقى التمبريتشر مره واحده اللي هو الفريزنج اللي انا عملته ده، يعني ما خدتهاش وقتها، ايه اللي هيحصل؟ الريزلت ان انكمبليت كاست. ليه؟ اللي لسه قايلها من شويه، حاجتين اتنين قلت هتحصل عندك، مشكلتين اتنين، مش كل التريسز بتاعت الواكس هيحصل لها سكيب بره المولد كافيتي، دي اول حاجه. تاني حاجه ودي مشكله كبيره جدا، ان عندك كده المولد كافيتي مش كله واخد نفس درجه الحراره، في حتت بردت، في حتت بارده، وفي حتت تانية هوت، فانت كده هتطلعه وتحطه على الكاستنج ماشين وتعمل فيه انجكشن لمولتن ميتال بدرجه حرارته عاليه جدا، هيدخل جوه هيتصلب في بعض الاماكن، هينشف في حتت معينه، فهيطلع لي في الاخر انكمبليت كاست. تمام، دي بقول عليها ايه بقى؟ رابيد سوليديفيكيشن للالوي، نشفت وقفت في اماكن ما عرفتش تكمل لان هي واخده درجه حراره معينه، لازم انا مهيئه الرنج انها تستقبل درجة الحرارة اللي جاي بيها المولتن ميتال دي اللي هي المولد كافيتي بتاعي، يبقى لازم اعمل هيت سوك. زي ما انتم شايفين كده ده incomplete cast، دي صورة لكاست طالع معاه incomplete في حتت منه طايرة، طبعا الحالات اللي زي دي هعمل فيها ريميك،
ملهاش اي حل تاني. يعني عندنا برضو حاجة معينة ممكن تحصل في الـ burn out step اسمها hysteresis. hysteresis ديت يعني cooling and reheating of the investment. يعني ايه؟ يعني انا مثلا دخلت الرنج بتاعتي خلاص في الفرن، وحصل سكيب لكل الواكس اللي كان موجود عندنا، طلع مني كله خلاص، طلعت كل التريسز، بس انا لسه شاكك ان في حاجه مش مظبوطه، او انا ما كنتش لسه جهزت المولت الميتال بتاعي علشان اعمل له انجكشن جوه المولد كافيتي، حاجه اخرتني يعني، او طفيت الفرن وانا مش واخد بالي طفيت الفرن، فمعنى كده ان انا عملت سادن دروب للتمبريتشر، كل ده هيخلي لي في الاخر المولد كافيتي بتاعي ايه كولد في بعض الاماكن، فانا خايف بقى لحسن يحصل عندي incomplete casting، فاروح انا عامل حركه لطيفه جدا، اروح حاطط الرنج بتاعتي تاني بعد ما طلعتها، بعد ما درجه الحراره بتاعتها نزلت اروح مطلعها واقوم مدخلها تاني فين في الفرن، او بعد ما طفيت عليها الفرن، طفيت الفرن بتاعي وقفت درجه الحراره نزلتها اروح معليها تاني. انا كده بلعب في ايه؟ في الانفستمنت ماتيريال بتاعتي. الانفستمنت ماتيريال مش هيحصل لها دي، هيحصل لها اصلا مع الهيتنج الاولاني دي ارينجمنت، لما ارجع ابردها واسخنها تاني مش هيحصل لها ري ارينجمنت، مش هترجع تسخن معايا، هو اللي هيحصل ان انا عملت لها كولينج وعملت لها ري هيتنج، سخنتها من اول وجديد، فدوت بيعمل لي ان اكيوريسي فين؟ في الانفستمنت بارتكلز نفسها. ليه بقى؟ لان الريفراكتوري مولد اللي هو مكون من سيليكا اند البايندر بتاعها دونت ريفيرت تو اذر اوريجينال فورمز، ما بترجعش لوضعها الاصلي تاني، ما هياش عمليه ريفيرسيبل، مش هترجع تاني تعمل ارينجمنت مظبوط ليها، فهيحصل في الاخر ايه؟ ان اديكوت اكسبانشن اند كراكينج اوف الانفستمنت، تعرضتها لهيتنج وبعدين كولينج وبعدين ري هيتنج، هي مش هيحصل لها ارينجمنت من اول وجديد ولا هتظبط معاك، هي باظت كده خلاص، يبدا يحصل لها ايه؟ كراكنج، لانها بتخزن الاستريسز دي كلها جواها خلاص. يبقى الهستريسز ديت ظاهره بتحصل لما بعمل كولينج وري هيتنج للايه؟ الانفستمنت ماتيريال، بتنتج كلها في الاخر عن كراكنج في الانفستمنت ماتيريال. البيرن اوت فيرمسز هقسمهم لمانيوال تمام، والسيمي يعني سيمي اوتوماتيك، والفول بروجرامبل كنترول. دول ثلاث انواع من البيرن اوت فيرنسز، هم دول اللي موجودين عندنا. مانوال يعني انا بتحكم فيه تماما، انا اللي بتحكم فيه بايدي، بعلي درجه الحراره وبظبط التايم بتاعي، وبعد كده اروح معليها تاني عند درجه حراره تانية او اوطيها على حسب ما انا عايز. السيمي اوتوماتيك ده بقى لا، هو بيبقى فيه بعض برامج انا بتحكم فيها، ممكن مثلا انا اتحكم في درجه الحراره هو يتحكم في التايم. فولي بروجرامبل انا ببرمجه على البرنامج اللي انا عايزه، انا عايزك مثلا في اول تلت ساعه يبقى درجه حرارتك كذا، بعد كده تبقى درجه الحراره بتاعتك كذا لمده 10 دقائق مثلا، يبقى انا اللي بديله البرنامج في الاول واخزن الداتا بتاعتي، وبعدين اقول له ايه اون، اقول له شغله، وبعد كده هو بيشتغل لوحده، ده اللي هو الفولي بروجرامبل. بعد كده ستيب باي ستيب بروسيجر، ايه البروسيجر بقى بتاعت البيرن اوت دي؟ اول حاجه allow investment to set for a day 1 hour, then remove the rubber crucible former. بعد كده بشيل الرابر كروسبل فورمر، لو عندي رابر كروسبل فورمر بشيلها طبعا قبل خطوه البيرن اوت بتاعتنا، بس مهمه حته ان انا بسيب الانفستمنت ماتيريال تنشف قد ايه؟ 1 اور على البنش بتاعي. بعد كده لو الميتال، لو في ميتال سبرو، لو عندي ميتال سبرو تفتكروا هسيبه ولا هشيله؟ انا كاتبه هنا ريموف ات ويل، لو هو سوليد لازم اشيله قبل خطوه البيرن اوت عشان يحصل سكيب للواكس، وبعد كده انجكشن المولتن ميتال جوه المولد كافيتي بتاعي. طب لو هو هولو يعني مفرغ من جوه، خلاص بسيبه مفيش مشكله، هو كده كده هيحصل سكيب للايه؟ للواكس منه وهيدخل المولتن ميتال. طب لو الرنج بتاعتي، الرنج بعد كده، الخطوه اللي بعد كده، الرنج بتاعتك should be ايه؟ placed in humidor if stored over the night. يعني لو انا سبتها تنشف طول الليل خلاص، وبعدين ما كملتش، ما عملتش البيرن اوت بعد الانفستنج على طول، لازم احطها في هيومدر الاول عشان تعمل تتخزن الايه شويه ووتر جواها، وبعد كده ادخلها على البيرن اوت بعد كده. الخطوه اللي بعد كده ان انا ببدا اعمل ايه؟ بشيل
السموث سكين ده اللي بقول عليه، السموث سكين اللي موجود عندي في الرنج بتاعتي، لان انا دايما عاملاها اوفر فيلد. that forms over the ring using ايه بقى، بلاستر نايف. بستعمل البلاستر نايف بتاعتي دي ان انا بشيل كل ايه السكين اللي موجوده عندي من الانفستمنت ماتيريال هنا. وبلون اوف هنا بستعمل الاير، خلاص اير سبراي، to blown off any loose particles of investment with compressed air. بشيل اي loose particles، اي حتة متكومة هنا عندي بشيلها بالايه، بالاير. طب ليه بشيلها؟ لو سبتها ممكن تعملي contamination للمولتن ميتال بعد كده وتطلع لي فيه defects. الخطوة اللي بعد كده بيقول لك re-examine the ring بتاعتك for any residual particles and place it in the furnace with the sprue facing down on a ribbed tray. الريبد تري ده اللي هو التري اللي انا بدخله جوه الفرن بتاعي، ببقى حاطه الرنج بتاعتي inverted. inverted يعني ايه يا جماعه؟ يعني السبرو ناحيه ايه؟ هو المفروض السبرو يبقى فين؟ انا عايزه يحصل له سكيب، عايز يحصل ميلتنج لكل الواكس اللي موجود عندنا دوت ويطلع كله من الايه، من الرنج بتاعتي. يبقى انا بخلي السبرو فيس داون. السبرو فيس داون يعني الرنج بتاعتي inverted، تمام؟ تقلو ايه بقى؟ قلو المولتن ميتال تفرو فريلي، يطلع معايا بسهولة. بعد كده انا هحطه بقى في الكاستنج ماشين واعمل انجكشن للمولتن ميتال فيه. heat the furnace to 200 degrees سيليزيوس. ركزوا معايا كده في التكنيك ده، لان يعني ده اول تكنيك من التكنيكس بتاعة البيرن اوت، هنقول اسمه في الاخر. برفع درجة الحرارة، بسخن الفرن بتاعي خلاص ل 200 درجة سيليزيوس او 392 درجة فهرنهايت. hold the temperature to 30 minutes. بظبط درجة الحرارة، اعمل لها holding عند 200 درجة سيليزيوس ديت قد ايه؟ 30 minutes، نص ساعة. most wax was eliminated، معظم الواكس كده هيطلع معايا. بعد كده بزود درجة الحرارة to final burn out temperature، توصل معايا لكام بقى؟ 650 degrees celsius اللي هي 1202 فهرنهايت، او 480 degrees celsius اللي هم اللي 480 degrees celsius او 896 degree فهرنهايت if hygroscopic technique is used. لو انت مستعمل الهيجروسكوبيك تكنيك، يعني انت عملت لها immersion في water، محتاج تعلي درجة الحرارة بتاعتك. خلاص hold the temperature for 45 minutes. خلاص hold temperature for 45 minutes. يبقى انا في الاول عملت لها holding على 200 لمده 30 دقيقه، بعد كده هعمل لها holding على 45 دقيقه، ساعه الا ربع تقريبا، على درجه الحراره ديت. بالذات لو انا عامله هيجروسكوبيك تكنيك، ودي بعملها كتير. because heating rate affect الايه بقى، الاكسبانشن. الهيتنج ريت بتاعنا دوت هيأفكت الاكسبانشن اللي انا عملته قبل كده، اللي هو الهيجروسكوبيك اكسبانشن. بعد كده الكاستنج رينج شود بي شيري ريد، لازم الكاستنج رينج بتاعتي يبقى لونها شيري ريد، لون الكرز. عارفين كريز؟ لون الكريز كده يا جماعه زي ما انتم شايفينه كده. وين ترانسفيرد تو ذا كاستنج ماشين، قبل ما انقلها للكاستنج ماشين لازم تبقى واصله لدرجه الحراره دي، يبقى لونها شيري ريد، حمراء جدا زي الدم، فايري ريد. تمام. التكنيك دوت اسمه لو هيت تكنيك. التكنيك ده خد مني وقت قد ايه بقى؟ لو حسبناه مع بعض، انا سبته ساعة على البنش على ما حصل له كومبليت سيتنج. خلاص بعد كده حطيته في درجة حرارة 200 درجة سيليزيوس لمدة نص ساعة، بعد كده رفعت درجة الحرارة ساعة الا ربع، مدة ساعة الا ربع، خلاص اللي هي الفاينل بيرن اوت تمبريتشر دي رفعتها لمدة ساعة الا ربع. يبقى انا كده خدت قد ايه؟ تقريبا ادي ساعة، ساعة كمان يبقى ادي ساعتين، ساعتين ونص او ساعتين وربع. ساعتين وربع دي بقول عليها لو هيت تكنيك، لان انا ببقى ماشية بدرجة حرارة واطية او قليلة خلاص لمدة طويلة. دي conventional تكنيك. طيب محتاجين ان احنا ايه، نعلي فيها درجة الحرارة شوية ونقلل التايم. يعني في تكنيكس تانية انا محتاجة ان انا اعلي درجة الحرارة واقلل التايم بتاعي، اللي هي الهاي هيت تكنيك او accelerated casting technique، ده اسم تاني ليها. يبقى احنا الاولانيه كان اسمها low heat technique، دي conventional، وبعد كده عندنا high heat technique اللي هي accelerated casting technique. for decreasing casting time، عشان اقلل casting time، for custom made post core، تبقى حاجات صغيره فمش محتاجه ان انا اخلصها بسرعه.
الكونفنشنال كاستنج زي ما احنا قلنا بياخد ساعة عشان بنش ست، ومن ساعة لساعتين اتنين عشان يخلص البرن اوت بتاعه، وبعد كده في لسه كاستنج كمان. الهاي هيت بقى بياخد 15 دقيقة بس فور بنش ست. انا مش عامل فيه هيجروسكوبك، انا عملت الهيجروسكوبك في اللو هيت، هنا بعملش هيجروسكوبك خلاص. بستعمل هنا فوسفيت بوندد انفستمنت و 15 مينتس بس فور برن اوت. ازاي بقى؟ ان انت بتعمل حاجة اسمها بري هيتنج، بسخن الفرن قبل ما احط فيه الرنج بتاعتي، تمام؟ لدرجة حرارة قد ايه بقى؟ 815 815 ديجري سيليزيوس او 1500 ديجري فهرنهايت. دي اعلى بكتير جدا من الفاينل تمبريتشر اللي كانت موجودة عندي في اللو هيت، which decrease the wax burn out time. في نفس الوقت بتطلع اكيو، بتطلع كويسة جدا. خلاص دي كويتشنز يا جماعة، المحاضرة خلصت، محاضرة صغيرة ولطيفة ما فيهاش اي حاجة. دي كويتشنز تساعدكم شوية زي برين ستورمينج كده ليكو. في اي كويتشنز برضو، لو في اي كويتشنز انا تحت امركو. ان شاء الله نتقابل في المحاضرة الجاية باذن الله، هتبقى كاستنج هتبقى اخر محاضرة ليكو في الترم ده باذن الله. يلا مع السلامة، جود لك، وانا تحت امركو في اي حاجة. سلام عليكم، مع السلامة.